سيمو وساسو هنطلع ايه لما نكبر؟ انا وساسو بنروح مع بابا وماما اماكن كتير. ونقابل ناس كتيرة قوي. ايوه، بس دايما بعد ما بيسلموا علينا بيسألونا سؤال: انتوا عايزين تطلعوا ايه لما تكبروا؟ بصراحة بنكون محتارين علشان عايزين نطلع حاجات كتير. ساعات لما سيمو بتكون سنانه وجعاه بابا نفسي اكون دكتورة سنان واطلع السوسة منه ما خلوش موجوع خالص. وانا احيانا بابا نفسي اكون ضابط بوليس اجري بسرعة وامسك كل حرامية ما سيبش ولا واحد. وانا برضو عايز اشتغل في كوافير، احط مانيكير واعمل شعر البنات واغليهم امامير قوي. انا اصلا بجرب في ماما كتير. وانا بابا ساعات نفسي اشتغل في المطافي، ارش مية كتير على الحريقة وانقذ المدينة. انا بفكر اكون مغنية ابقى مشهورة والناس تفضل تسقفني. ده في شغلانات كتير قوي يا ساسو. طيب كده احنا هنطلع ايه؟ ايوه فعلا كده هنطلع ايه؟ ما تيجي نسأل بابا وماما، دول في مشوار. طب تعالي نسأل تيتا. تيتا، احنا هنعرف ازاي احنا عايزين نطلع ايه لما نكبر؟ ده في حاجات حلوة كتيرة قوي. ايوه هنعرف ازاي يا تيتا؟ انا عايزه اكون حاجات كتيره قوي في نفس الوقت. اوه يا حبايبي، انتوا اكيد سمعتوا السؤال ده كتير. بصوا بقى، انتوا مش محتاجين تاخدوا قرار دلوقتي هتكونوا ايه بعدين، لكن اللي ممكن تعملوه دلوقتي انكم تركزوا ايه هي الحاجات اللي بتحبوا تعملوها فعلا وبتحبوا تخلصوها للآخر، وإيه المواد اللي في المدرسة بتحبوا تذاكروها أكتر من المواد التانية. اسألوا أسئلة كتير عن كل وظيفة واعرفوا عنها أكتر، وكده هتلاقوا وانتوا بتكبروا انتوا فعلا نفسكوا تكونوا إيه. كل ما تكبروا هتفهموا نفسكم أكتر وهتعرفوا بتحبوا إيه أكتر، وساعات هتحبوا حاجات وبعدين تغيروا رأيكم. إيه ده؟ أنا كده فهمت. شكرا يا تيتا. ساسو، أنا هشتغل شيف النهاردة وهعمل لك ساندويتش. تحبي ساندويتش إيه؟ ممكن مربى فراولة. ماشي يا ساسو. وانا هشتغل مدرسة، انا هساعدك في المسألة اللي انت مش عارفها. هروح اجهز بقى الحاجات وانا هجيب الساندويتش واجي. طب بكرة بقى هنشتغل ايه؟ بكرة بقى نبقى نشوف. ايه ده ساسو، تيجي بكرة نشتغل رواد فضاء ونروح المريخ؟ ايوة انا نفسي اروح المريخ قوي.